السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته المتتبعين شيوات ام العربي. غادي نوجدوا مع بعضياتنا اليوم واحد البسيطلات بسيطلات عاوتاني مع عجينه الرغيف ديال هذيك السحريه اللي نزلت معكم فيها الرغيفات بمذاق البسطيله. فعلا كل شيء شكرني على هذيك العجين وحتى على البسيطلات ديال الدجاج وبغاو اقتراحات بهذيك العجين. فغادي نعطيكم واحد البسيطلات اخرين مالحين هذه المره بهذيك العجين السحريه. غادي العجين انا عجنتها وكنخليها ترتاح عاد كنوجد الحشوه. فالعجين غادي نحط لكم الرابط ديالها غتلقاوه في الاخر ديال الفيديو. الا بقيتو كتفرجوا حتى الاخر الفيديو غتلقاوه في الصور الاخيره ديال الفيديو اولا غتلقاوه في لاباغ دانفو يعني في صندوق الوصف فين كنكتب المقادير. ففي مقلاه على النار غادي ندير شويه زيت الزيتون مع شويه ديال زيت المائده وغادي ندير معلقه ديال الزبده. يعني انا بحاجتي في هذه الحشوه تكون شويه فازقه. علاش؟ باش يتفزق ليا الورقه تكون ميدمه الورقه باش تجي مقرمشه مزيان. فغادي ندير الزبده معلقه كبيره ديال الزبده هنا. درت غير الزبده ديال العنبه هنا ماشي ماشي المارغرين ديال التوراق ولا شي حاجه اللي ديال العلبه البواطه. غادي ندير جوج بصلات مشلضين وغادي نخليهم يتشحروا ومن بعد غادي نولي نضيف عليهم جوج خيزوات محكوكين مع جوج قرعات محكوكين مع شويه ديال الليشو اللي حتى هو محكوك غادي نخليهم هكا كيتشحروا. فهنا كيف كتشوفوا من بعد ما طاحت ليا ديك البصيله غير شويه فغادي نولي نضيف عليها هذه ربع ديال ليشو اللي هكايا مقطعه رقيقه هكا بالطول. هكا من بعد غادي نضيف ليها هاد الجزر غادي نضيف قرعه خضراء جوج قريعات مع جوج خيزوات صافي. غادي نخليهم حتى يطيحوا بحال هكا. غادي نضيف 300 غرام ديال الكفته والكفته غادي نحاول نفرتتها وممكن لما بغيتوش ديروا الكفته ديروا الطون. انا غادي ندير الكفته والطون ديال المطيشه. حشوه روعه بزاف منين نقول لكم حشوه زوينه يعني راها حشوه فنه بزاف. فانا دابا غادي ندير العطريه اللي هي الملحه ندير شويه ديال الملحه غندير الغزار غندير القرفة غاتجيكم عجب نجربوها قرفة غندير شوية ديال فلفل أحمر ولا تحميرة وغندير شويه ديال راس الحانوت طريقه نص ملعقه صغيره هذه تقريبا صافي. غادي نخليهم حتى يطيبوا وتشحر لينا عاد غادي منين تطفي البوطه غادي نضيف 100 غرام ديال الجبن احمر
مع جوج علب ديال الطوم بمطيش. صدقوني حشوة غزالة بزاف، وان شاء الله الى كان تشجيع مستمر البنات فغادي نحاول نبقى نعطيكم المالح بزاف، حشوات متنوعين اللي تنوعوا فيهم المائدة ديالكم. فغادي نخليها تطيب وغادي نتلاقاو باش نكملوا تتم التحضير. تشوفوا الحشوة ديالنا طابت، فدابا غادي نضيف ليها هانتو البنات اللي كانوا سولوني على الربيع، فهادي اللي قلت لكم لالا مولاتي الحادقة، هانتو ها ربيع، ها دابا يلا قطعتو دابا جديد باش نديرو الطري هنا، هانتو كيجي ناشف هانتو. فدرت هنايا دابا المعدنوس وغادي نضيف هادوك العلب ديال الطون. جوج علب ديال الطون الطماطم كيعطيو واحد المذاق غزال. صافي وغادي نضيف شويه ديال الجبن، واحد 100 غرام ديال الجبن احمر. صافي وغادي نخليها تبرد وغادي نتلاقاو باش نبداو يعني نعمرو مع بعضياتنا. غادي ندوزو للعجين ديال المسمن. العجين ديال المسمن هو هذا، هانتو انا راني عاجناه ومخليه يرتاح. كتشوفوا فيا درت هذه المره الكرات كبار، فغادي ناخذ الكره ديالنا غادي نقرصها عادي وغادي نربعها تتولي عندنا مربعات على ذاك الشكل. غادي ناخذ الزيت ونكمل انا راه بديت باش ما نديرش معكم كلشي في مره واحده. صافي غادي نحاول نورقها كبيره ونديرها على شكل مربع، يعني حتى هاد يعني هاد الخطوه مفهومه بزاف. عادي مسمنه عاديه ديرها مسمنه كبيره. كيف كتشوفوا ما درتش دائره، انا كنحاول ندير مستطيل لاننا غنبغيوه مستطيل مربع باش يجينا هذاك المربع مقعد. هانتو بحال هكايا. دابا غادي ندهن شويه غير ديال الزيت هذا العجين، يعني ما كنحتاجو لا الزبده ولا باش نفرقو. فغادي نديرها على شكل مربع بحال هكا ونطويوها تتولي عندنا مربع بحال هكا، غيولي عندنا مربع كبير على هذا الشكل. فدابا غادي ناخذ انا اول وحده درت غنبدا باللولين، فغادي ناخذ هذا المربع اللي انا بسطت وغادي نبسطو حتى هويا كبير بحال هكايا. نتمنى الطريقه حتى لدابا واضحه. هادو بسيط لا تصوار بعجينه ديال هاد الرغيف اللي كنتو كثير بغيتو. كاين اللي ما عندهمش، غادي ناخذ الجراره وغادي نقطعها هكا على شكل مربعات، غيوليو عندنا ها هما اربعه ديال المربعات. غادي ناخذ واحد الطبيصيل صغير على هاد الشكل، غادي ناخذ هانتو كيف كتشوفوا الطبيصيل قدامي وغادي نحطوه هنا في الوسط. والحشوه ديالنا راها طايبه وبارده. هادو اللي كيبانوا لكم مربعات هذاك راه غير جبن، فانا حكيتو كانوا عندي واحد الطريفات مربعين يعني خزناهم وقلت ارا نديرهم راهم غيدوبوا هنايا. شوفوا كي طريقه التعمار يعني سهله احسن ثاني من الطريقه اللي درت لكم المره الفايته. وغادي نبدا نجمع هاد العجين على كيجي مرق، وما تخافوش ما تجيش مدقصه او لا معجنه لانها هي عجينه مرقه كيجي مرق ما تخافوش منه. هانتو ها البسيطله ديالنا ودابا غادي نديرها معكم باش تشوفوها كيف كتجي.
ها انتم نستفهم في الطاوه اللي غتدخل للفران. غادي نعاود قدامكم وحده اخرى ناخذ العجين مباشره في الطبسين. اختاروا نتوما القياس اللي بغيتو. صافي غندير الحشوه وهكذا، يعني بحال هكا ما تاخذش لينا الوقت اننا نبقاو نديروهم ورقات كويرات صغار ونبقاو نديرو بالوحيده. فهكا جاتني انا اسهل فكره زوينه ونقدروا نحيدو بزاف وقت قصير. في اننا غير نربعو المسمن، كل مربع نقسموه ونعمرو في الطبيصيل، يعني بحال غنموطيو بسطيله نيت. هانتو نجمع الجناب اللي خليت لتحت كاملين، صافي هانتو ونقلبها عندي. هانتو البسيطلات ديالنا واجدين معكم. نكملوا هاد الربعه قدامكم، ندير في العجين نبسطها شويه بحال هكا. بحال هكا ندير الحشوه ديالي. بغيتو تعاودوا تزيدوا الجبن زيدوه، فانا كنديروه في الحشوه مباشره. صافي ما كنبقاش نعاود نولي نضيف. صافي ونجمع، نحاول نجمعهم. هاكا نحاول نخرجهم. هي نعاودوا وحده اخرى، اخر وحيده. فيكفي انكم تبسطوا الكويرات ديالكم كاملين، قطعوهم صافي وبداو تعمروا. هكا نجيبو لها الأطراف كاملة. صافي هكا أنا غادي نكمل الكمية اللي عندي كاملة ونتلاقاو منين نبغيو ندخلهم للفرن. شوفو مني كملت هدوك المسمنات ديالي أو البسطيلات بالعجينة بالعجين السحرية ديالي، فهنا غادي ندهنهم بواحد البيضه كامله اللي درت معاها قطرات من الخل وغادي ندهنهم. الفران مني بديت كنقرص فيهم شعلته وخليته على عافيه مهيله، يكون الفران يكون سخون مزيان مزيان. ومني يعني مني يسخن ندخل ليه اللاطه، غادي نقص البوطه ونخليهم يطيبوا على المهل وعلى خاطرهم. بزاف قالوا لي انه ملي كيكونوا يطيبوا في المسمن حتى يخرجوه كيكون منفوخ حتى هو، لكن مجرد ما يخرج من الفران فكيتهبط ليهم. دائما كنقول لكم في عجين ديال المسمن ما كنشعلش عليه انا الفوق والتحت، كنشعل عليه غير التحت كيف قلت البوطه ناقصه ومهيله، ونخليه يطيب على خاطره وما كنحلش عليه حتى دوز على الاقل واحد نص ساعه. فران الغاز عندي فيه الجاجة، اللي عندكم فيه الجاجة راه كيتبقاو تشوفوا غير من على برا واش تحمر. ملي كيبدا يتحمر لينا من الجناب انا بعض المرات كيتحمر ليا كامل في مره واحده، يعني يطيب الفوق والتحت. فغادي ندخلهم يطيبوا ومن نخرجهم غادي نرش عليهم هما سخان الجبن الاحمر محكوك وقليل من حبوب ديال البافو ونقدمهم بالصحه والراحه. هما البسيطلات ديالنا مالحين بحشوه سهله وبسيطه، حشوه الخضار ومزيج ما بين داك الطون والكفته هما هادو. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم، وبغيتكم تجربوهم وتردوا عليا الخبر بحالهم بحال البسيطلات اللي كنا وجدنا
من قبل. هذه وصفه سهله ما فيها لا لوز لا كفته ديال العلم. انا راه الكفته اللي درت راه غير الكفته ديال لاداند، يعني سهله وبسيطه ممكن نوجدوهم. نتمنى طرقكم وتنال الاعجاب ديالكم. وهانتو العجين كيجي راه هانتو مورق، وراه البنات اللي مجربين وغادي يعرفوني اش كنقول. هانتو رائع بزاف. غادي نقطع لكم غير باش تشوفوها. هانتو انا درت عليها هذا الجبن وهي خرجت من الفران. هانتو راه جمد عليها، هانتو حشوه من الداخل ضر لها الجبن. هانتو نتمنى طرقكم وتنال الرضا ديالكم وتجربوها. وإلا عجبتكم كيف ديما الوصفات ما تنساوش ديروا لايك الفيديو واشتركوا بقناتي قناه شهوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله.